طيب الحقيقة برضو النهاردة كان كابتن أمير عمر. كابتن أمير عمر هو حكم مباراة منتخب جامبيا ومنتخب غيني اللي فازت بيها طبعا المنتخب الجامبي. وحتى يمكن كابتن جمال غندور اللي في قناة بين سبورتس انتقد الكابتن أمين عمر يعني، وقال إن هو مش عايز يكون قاسي عليه. لكن الكابتن أمير عمر النهاردة الحقيقة يعني إدى كارت أحمر لأحد اللاعبين في جامبيا، وكان لا يستحق من وجهة نظري، إن هو كان لا يستحق الحقيقة هذا الكارت الأحمر. وبعد نهاية المباراة طرد لاعب من غينيا، وبالتالي الأمور يعني أتمنى أن الكابتن أمير خلال الفترة اللي جاية يبقى أفضل وأفضل، وأتمنى أن يكون هناك خير تمثيل للتحكيم المصري الحقيقة من خلال وجود بعض الحكام المهمين جدا الحقيقة بالنسبة لنا. حضراتكم نرجع مع بعض كده 6 7 8 شهور أو أسابيع. ليه؟ لأن من 6 7 أسابيع كنت بنتقد الحكام، من 6 7 شهور كنت بنتقد الحكام برضه. وأنا ما بنتقد، بننتقد ليه؟ هو إحنا بننتقد وخلاص لمجرد إن إحنا، لا، بننتقد لأنها أخطاء واضحة جدا للجميع أن هناك مشكلة كبيرة جدا في منظومة التحكيم المصري، مشكلة كبيرة جدا، مشكلة فنية كبيرة جدا، في مهم جدا كلمة فنية في النص، مشكلة فنية كبيرة جدا يجب أن يعمل عليها رئيس لجنة الحكام اللي كابتن عصام ما بيعملش حاجة في حياته غير أنه طالع يقول أنا هقدم استقالتي. ما تقدم يا كابتن عصام استقالتك، يعني أنا مش عارف أنت بتهددنا ولا بتعمل لنا إيه. يعني أنا الحقيقة دايما ببقى مستغرب جدا من كلام الكابتن عصام، كل ما يطلع دلوقتي يتكلم في حتة، هي الدنيا هادية اليومين دول فماشي، لكن كل ما يطلع كابتن عصام يتكلم في حتة دايما يقول ايه يا جماعه والله انا تعبت وانا عايز اقدم استقالتي. ما تقدم استقالتك يا كابتن، انت هتذلنا. يعني انا اتمنى ان كابتن عصام للمره المليون، مش انا لوحدي الحقيقه، كل من او كل مختص بكره القدم المصريه عارف كويس جدا الكلام اللي انا بقوله. يا كابتن عصام من فضلك، احنا مش عايزين كلام كتير، احنا عايزين فعل. هذا هو شكل التحكيم المصري أمام العالم كله، أو أمام أفريقيا. أمام أفريقيا النهاردة شفناه لم يكن جيد، مش هقول أكتر من كده، لم يكن جيد. ودي شهادة برضو أحد الخبراء المصريين، مش أنا يعني، برضو أنا الحقيقة محبش، لأنه كابتن أمين بيمثل مصر في الخارج، بيمثل مصر، ولكن أنا كان نفسي يبقى موافق، ولكن دي حاجة فنية العالم كله أو أفريقيا كلها شافت اللي اتلعب النهاردة واللي حصل والكارت الأحمر والغلطات اللي اتعملت أثناء المباراة وكذا وكذا. فكابتن عصام لو سمحت، لو سمحت والله بجد، إحنا داخلين على لسه بدري على الدوري والكلام ده كله، ما أنا مش عايز أتكلم في دوري ولا أتكلم في حاجة، ولكن كل اللي أنا عايزه إن إحنا لما ترجع كرة القدم المصرية دوري وكاس والكلام ده يكون هناك إصلاح، إصلاح لطاقم لمنظومة التحكيم بشكل كامل. بس أنا مش عايز حاجة تانية والله يا كابتن عصام، والله ما عايز حاجة تانية. عايز إن أنا لما يبقى ليا كنادي أهلي ركلة جزاء أحسبها، لو عليا أحسبها. لكن كل مرة كابتن عصام يطلع، يعني كابتن عصام بيحاول إن هو دايما يقول لنا إيه يا جماعة، والله أنا موجود هنا يعني أنا قاعد كده عشان كابتن عصام رجل كبير ورجل واسم كبير وكذا وكذا، وكل الكلام الحلو اللي حضراتكم عايزين تقولوه قولوه، ولكن في الاخر وبعدين يعني هنفضل نتكلم كلام حلو ونقول الكلام وبعدين وبعدين لازم نشوف ده من خلال الملعب ومن خلال تمثيل الحكام المصريين في البطولات القاريه اللي اتمنى ان هو ما يبقاش زي النهارده باي طريقه. واللي جاي بقى، ما هو قادم في الدوري وفي الكاس لكل الفرق، لل 18 فريق واولهم النادي الاهلي طبعا، بما اني بتكلم من قناه الاهلي. فالحقيقه الواحد بيشوف حاجات في وسط البطولات الافريقيه او بطوله افريقيا وبطوله الامم الافريقيه واللي بيحصل في بطوله الامم الافريقيه، بلاقي حاجات كده وتصريحات بتطلع لنا غريبه جدا، بتخلي الواحد يعني
بتخلينا متضايقين واحنا بنتكلم او نعمل، لان احنا نفسنا في النهايه ان كره القدم المصريه ومنظومه التحكيم المصري تتطور بشكل كبير. طبعا لاعب نادي او لاعب منتخب جزر القمر يوسف ماشنغامه هو اللي خد افضل لاعب في مباراه منتخب جزر القمر والمنتخب الكاميروني، اللي هو اللي جاب الجون الفاول الرائع الحقيقه اللي شاطه هو رقم 10. ده يثبت بقى ان قد ايه احنا لما بنيجي نتكلم، حضراتكم شايفين الاداء الرائع اللي عمله جزر القمر، خلى الناس كلها تتعاطف مع منتخب جزر القمر. مره ثانيه اتمنى الحقيقه من الكابتن عصام ان هو، كابتن عصام بالراحه علينا شويه، بالراحه، احنا كل اللي عايزينه عايزين حضرتك تعيد ترتيب اوراق المنظومه التحكيميه من الداخل علشان نصل الى، والله العظيم ثلاثه يا كابتن وحياه ربنا، هذا البرنامج سيكون اول البرامج اللي هتحيي حضرتك بشكل كبير جدا 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 جدا، لو حضرتك عايز او مش عايز، انا عارف ان انت، لكن لو حضرتك هتلاقي هذا البرنامج يكون أكبر داعم، وهو أكبر داعم بالفعل، لأن النادي الأهلي هو أكبر داعم للحكام المصريين في كل شيء، على الرغم من أنت خسرتني دوري السنة اللي فاتت، ويعني السنة دي فيه أخطاء كثيرة جدا، ولكن في نفس الوقت النادي الأهلي هو أكبر داعم للتحكيم المصري، لأن ده الدور الوطني للنادي الأهلي، الدور الطبيعي جدا للنادي الأهلي اللي بيعمله النادي الأهلي ودوره الوطني زي ما حضرتك شايف. النادي الأهلي ربنا يكرمنا إن شاء الله في مباراة يوم الأربع، وبعد كده ربنا يكرمنا في مباراة دور الثمانية، النادي الأهلي هيلعب بدون كل لاعبيه أو 8-9 لاعبين، أولهم أهو بسم الله الرحمن الرحيم علي معلول بنسبة كبيرة جدا هيكون هيصل إلى دور الأربعة، واللي هيصل إلى الدور قبل النهائي معنى إنه لن يلعب مباراته الأولى أمام مع النادي الأهلي أمام مونتيري المكسيكي، مش هيلعب معاه في كأس العالم للأندية. فادي ادي واحد ان شاء الله ربنا يكرمنا. بكره مالي هتلعب، وهنشوف برضو اليو ديانج هيكمل ولا هيعمل ايه، وبعد كده هنشوف ان شاء الله منتخبنا الوطني اللي كلنا في ظهره، عشان برضو انا عارف الكلام هيتاخد ويروح لحته ثانيه وكلام ثاني والهيصه دي، لكن انا بقول لحضراتكم، لكن كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب هذه المباراه. والله العظيم ثلاثه انا بقول الكلام ده من قلبي، من قلبي، لانه رئيس النادي الاهلي اسطوره كره القدم المصريه كابتن محمود الخطيب قال ايه؟ مصر اولا، مصر اولا، كلنا، اي حد انسان طبيعي، انسان طبيعي هيعمل ايه لما تيجي تساله منتخب ولا نادي؟ هيقول لك مفيش مقارنه، مفيش مقارنه، ما ينفعش تقارن، ما ينفعش حد يقارن ما بين منتخب ونادي مهما كان اسم النادي ده. البلد، اسم البلد هو الاهم، ده كلنا بنتكاتف وكلنا بنقف وراه، فان شاء الله ربنا يكرمنا يوم الاربعاء هتبقى، وانا متاكد ان شاء الله لو ربنا كرمنا يوم الاربعاء في مباراه كوت ديفوار، وانا متخيل منتخبنا ممكن جدا جدا ان شاء الله ربنا يكرمه وياخد هذه البطوله، وبالتالي هو ده الدور الوطني اللي زي ما النادي الاهلي بيساند حكامه المصريين في كل شيء، في كل شيء التحكيم المصري بالنسبه للنادي الاهلي هو اول حاجه، وبيقف في ظهره في كل حاجه، برضه مش كلامي، ده بيانات كثيره جدا عملها النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، والتاريخ ما بيكذبش، وارجعوا للموقع الرسمي للنادي الاهلي، ارجعوا لقناه الاهلي هتشوفوا الكلام اللي قاله النادي الاهلي في موضوع التحكيم المصري، وبالتالي كل اللي احنا عايزينه ان يكون هناك عداله تحكيميه، ان يتم، انت بتتكلم بدري قوي يا عم اسلام قبل ما الدوري، ايوه بتكلم من دلوقتي يا جماعه، والله يعني بقالنا كتير قوي في هذا الامر، فانا بتكلم من بدري جدا 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 علشان ربنا يكرمنا ونشوف المنظومه بالكامل بشكلها الرائع اللي احنا شايفينه ده. وبعدين بيني وبينكم اللي حصل النهارده مع كابتن امين، الناس كلها اتكلمت، كابتن امين عمر يعني، الناس كلها اتكلمت، فلازم لازم اتكلم واقول عندنا مشكله فنيه، لان هو ده اللي انا دايما كنت بتكلم فيه مع حضراتكم وبقوله وبحذر منه، انه عندنا مشكله هنا، وبالتالي المشكله دي هتبان عندنا بره، المشكله دي هتبان عندنا في اي مباراه اخرى، هو ده اللي حصل وهو ده اللي شفناه.